طيب احنا كنا عرفنا ال دي اتش بارامتر وازاي بنجيبها لاي روبوت وايه البارامترز بتاعتنا اللي هي السيتا والاي والدي والالفا وعرفنا نجيبها. طيب دلوقتي احنا عاوزين نعرفها عن طريق ان احنا نعملها على الماتلاب باستخدام بيتر كورك روبوتكس تول بوكس، فده اللي احنا هنبتدي نشوف دلوقتي موجود الكوماندز دي هنعمل بيها ايه ونقدر نعمل بيها ايه. طيب اول حاجة كده طبعا اللي هي الروبوتك تول بوكس ببتدي اعمل لها ران وبقاد الباس. طيب انا عاوز مثلا اعرف الروبوت بتاعي، انا مثلا عندي روبوت وعاوز اعرفه واجيب له الدي اتش بارامتر بتاعي عن طريق البيتر كورك تول بوكس، فباجي اعمل ايه؟ والله هعرف مثلا الجوينت الاولانيه انها ريفولوت ولا بريزماتيك، والجوينت الثانيه ريفولوت وبريزماتيك، وبعد كده بعرف السيتا والاي والالفا والدي. الروبوتك تول بوكس بتاعت بيتر كورك ما بتجيبليش السيتا والالفا والاي والدي، فانا لازم اوريدي اكون جايبها وعاملها ثيوريتيكال او بالايد، وبعد كده ابتدي احطها في الماتلاب عشان اقدر اجيب الفورورد كاينماتيك، سواء ان انا اجيب ال A1 بالنسبه ل 0 A2 بالنسبه ل 1 او اجيب اخر فريم بالنسبه لاول فريم اللي هي فورورد كاينماتيكس. فتعالوا ناخد اكزامبل كده بسيط اللي هو ايه. مثلا انا عاوز اعرف عندي روبوت عباره عن تو جوينتس، اول واحد مثلا عاوز اعرفه ان هو ريفوليوت جوينت، وتاني واحد اعرفه بريزماتيك جوينت، ونشوف هنجيب الدي اتش بارامتر ازاي. فاول حاجه مثلا هعرف الروبوت الاولاني اللي هو ال اوف 1 ايكوال، مثلا هعرف الالفا والاي والدي والسيتا، فانا مثلا هبتدي اكتب اول حاجه السيتا، بعد كده الدي، بعد كده الاي، بعد كده الالفا بالترتيب. فانا مثلا هعرف السيتا بتاعتي بزيرو، هنعرف ليه حطيتها بزيرو دلوقتي، زيرو 1 زيرو. كده معناها ايه؟ لو انا حطيت زيرو هنا وما حطيتش ترم خامس، يبقى معناها ان انا بقول له انها باي ديفولت انها ريفوليوت جوينت، واعتبر لي ان او السيتا بتاعتي فاريبل، سيتا فاريبل. فكده انا مجرد ان انا عرفت له الحاجات دي، يبقى هو اوريدي عرف السيتا بتاعتي. هنكتبها تاني اهي. اوكي وفي ايرور. نعيدها تاني. فانا دلوقتي مجرد ان انا خلاص انا عملت ران للروبوتك تول بوكس، وبعد كده ببتدي اعرف مثلا ان هو عندي اول لينك او اول جوينت في الروبوت، هكتب ال اوف 1 ايكوال لينك 0 0 1 0، وما كتبتش ترم خامس. معناها ايه؟ معناها ان انا عرفت له ان الثيتا هي عباره عن كيو، الدي ايكوال لزيرو، الاي ب1، الفا بزيرو، وما دام ما كتبتش ترم خامس يبقى ساعتها هي عباره عن ريفوليوت وستاندرد دي اتش. طيب لو انا عاوز اعرف اللينك او الجوينت الثانيه اللي هي ال اوف 2، فتبقى عباره عن 0 0 1 0، وعاوز اعرفها انها بريزماتيك، فعشان اعرفها انها بريزماتيك بزود ترم خامس اللي هي ب1 وبعمل دوس انتر. كده معناها ان انا عرفت له ايه؟ ان والله ان الدي هي اللي بقت فاريبل اللي هي ايكوال لكيو 2، والسيتا ب0، اي ب1، الفا ب0، فهي عباره عن بريزماتيك ستاندرد دي اتش. كده انا عرفت الروبوت بتاعي ان هو عباره عن تو جوينتس، اول جوينت هي عباره عن ريفوليوت جوينت، تاني جوينت هي عباره عن بريزماتيك جوينت. طيب انا عاوز اسمي الروبوت بتاعي ده، فهقول له مثلا والله شادي ايكوال سيريال لينك اللي هي ال اوف 1 وال اوف 2. كده انا عرفت الروبوت بتاعي ان هو بقى اسمه شادي، وخلاص اتعمل له سيف في الورك سبيس، وعباره عن تو اكسيز ريفوليوت وبعد كده بريزماتيك، ودي الدي اتش بارامترز بتاعته اللي انا عرفتها له اللي هي الاي ب1 1، الدي 0 كيو 2 لان انا معرف تاني الجوينت انها عباره عن بريزماتيك، والسيتا كيو 1 و0 لان انا معرف اول جوينت ان هي عباره عن
ريفوليوم. طبعا التيرمز دي اللي هي الزيرو والون والالفا دي معتمده على الاكسيز اللي انت بتبتدي تحطها على الروبوت وبتبتدي تجيب منها الدي اتش تيبل او البارامترز زي ما احنا خدناها قبل كده. طيب افرض ان انا عاوز مثلا اللي هو الـ A1 بالنسبة لزيرو، يعني عاوز اجيب الماتريكس اللي هي اول فريم بالنسبة للبيس فريم بتاعي، فمجرد ان انا هروح كاتب له L of 1.A واعرف له انا عندي جوينت الاولانية هي عبارة عن Q1 اللي هي ريفوليوت، فهدي له القيمة بتاعت Q1 اللي هي عبارة عن باي اوفر 2 مثلا. كده هو جاب لي الـ A1 بالنسبة لـ 0 وعوض لي بالثيتا اللي هي Q1 بعبارة عن 90 ديجري. طيب عاوز نفس الكلام بس 2، وعندي 2 دي prismatic، فالprismatic هي عبارة عن distance، فأقول له مثلا 0.2 اللي هي distance بتاعتي، فكده يبقى distance بتاعتي أو displacement بتاعتي هي عبارة عن 0.2. وهنلاقي هنا مدام هي prismatic فهلاقي هنا فعلا إنها identity matrix، يعني ما فيهاش اي روتيشن. طيب افرض ان انا عندي عامل روبوت من زمان وعندي 6 ديجري فريدوم ومش عارف الروبوت ده عباره عن ريفوليوت ولا بريزماتيك، فانا ممكن اسال اقول له ال اوف 1 دي هل هي دوت ار ولا بي؟ ار ولا بي يعني ريفوليوت ولا بريزماتيك؟ انا محاسب في الروبوت هنا انا معرفه ان هو ريفوليوت، فهيقول لي انسر ايكوال ريفوليوت. طب ال اوف 2 دوت ار ولا بي؟ المفروض ان انا معرف الروبوت هنا ان تاني جوينت دي بريزماتيك، فهيقول لي انها فعلا prismatic joint. طيب افرض ان انا عاوز ابلوت الروبوت بتاعي اللي هو اسمه شادي، فهاجي اقول له والله انا عاوز ابلوت الروبوت اللي هو اسمه شادي ده، فاقول له شادي دوت بلوت. طيب هتبلوت في انهي كيس؟ يعني الثيتا عندك بكام والدي عندك بكام؟ فاقول له مثلا في الكيس ان الباي الثيتا عندي باي اوفر 2 والديسبيسمنت بتاعتي ب 0.3 مثلا، او البريزماتيك جوينت عامله 0.3، فانا المفروض كده اروح جاي يبتدي يظهر لي ده الثيتا عندي ب 90 ديجري والديستنس عندي ب 0.2. طبعا ممكن ابلوت بكذا طريقه، مثلا اقول له باي اوفر 6 و 0.8، فساعتها هيعمل لي بلوت للروبوت بتاعي ب different configuration. يبقى كده الديسبيسمنت بتاعتي او الانجل بتاعتي باي اوفر 6 والديسبيسمنت بتاعتي. طيب افرض ان انا عاوز الفورورد كاينماتكس. يعني ايه الفورورد كاينماتكس؟ انا دلوقتي عندي فريم A1 بالنسبه ل 0 و A2 بالنسبه ل 1. انا عاوز A2 اخر فريم خالص بالنسبه للبيز فريم، فهاجي اقول له والله هات لي شادي دوت فورورد كاينماتكس، بس لما يكون الثيتا عندك باي اوفر 2 والديسبيسمنت عندك ب 0.3، فالمفروض كده اوتوماتيكلي هيضرب لي A1 او A2 بالنسبه ل1 في A1 بالنسبه ل0، وبالتالي هيجيب لي الفورورد كاينماتكس الاخيره اللي هي A2 بالنسبه ل0. يبقى كده دي يبقى اخر فريم بالنسبه للبيز هو عامل روتيشن قد كذا وعامل ترانسليشن قد كده. ده كده بالنسبه لو انا ببلد الروبوت بتاعي. طيب في بقى مودلز، لو انا جيت في مودلز جاهزه موجوده اللي هي مثلا من اشهرها اللي هو بوما 560، وده موجود من اشهر الروبوتس، وده موجود في اللايبرري بتاعت بيتر كورك. فمجرد ان انا بنادي اللايبرري كده بقول له موديل بوما 560، فلاقي ان هو عرف لي البوما 560 عباره عن سيريال لينك، وهلاقي ان هي عباره عن 6 جوينتس او 6 ريفوليوت جوينت. فمثلا لو جيت كتبت بي 560 هلاقي فعلا ده عرف لي الثيتا من كيو 1 لكيو 6 اللي هي عباره عن 6 ريفوليوت جوينت، الدي عندي بكذا، الاي عندي بكذا، الالفا عندي بكذا. طيب لو جيت عاوز اعمل له بلوت فهقول له بي 560 دوت بلوت ارسمه لي. طيب انا عاوز ارسمه مثلا، بس عاوز ارسمه بانجلز معينه. يعني ايه انجلز معينه؟ يعني عاوز مثلا الانجلز كلها تبقى عباره عن باي اوفر 2، بروح جاي قايل له البلوت بتاعك، بس البلوت خلي بالك انا عاوز لما الانجلز كلها تبقى باي اوفر 2، يعني انجل 1 باي اوفر 2 كيو 1 وكيو 2 3 4 5 6، فارسمهم لي. هل ان هو رسم لي وعمل لي الانجلز بتاعتها كلها
560. طيب افرض في حاجات عاوز اغير في اي انجل ارسمه، فبيبتدي اغير عندي. طيب في حاجات بقى هو عرفها لي، حاجه اسمها كيو ان، والله لما الانجلز بتاعتي تبقى بكذا اهي، مثلا انجل اولانيه بزيرو، انجل ثانيه بكذا، انجل ثالثه بكذا، رابعه بكذا، خمسه بكذا، كيو ار الانجلز بكذا، كيو اس الانجلز بكذا، كيو زد والله لما يكون الانجلز بتاعتي كلها زيرو. فتعالى كده نشوف، لو انا مثلا كتبت كيو ار، يعني خد البارامترز دي وحطها عوض لي بيها، فكيو ار هيلاقي ان الروبوت بتاعي عمل لي حركه فيرتيكال، هلاقي ان الروبوت كلها الانجلز دي هتخلي لي الروبوت بتاعتي كلها فيرتيكال. طيب والله لو غيرتها بدل كيو ار خليتها كيو اس، فكده معناه ان انا اعوض بالانجلز دي كلها او سبستيتيوت بالانجلز دي كلها، فكده هيخلي لي الروبوت بتاعي بدل ما هو فيرتيكال هيخليه لي هوريزونتال. طيب والله بدل كيو اس هخليه كيو ان، فكده هيخلي لي الانجل بتاعتي كلها ان بتوين، ولا هو فيرتيكال ولا هو هوريزونتال. طيب افرض ان انا عاوز اجيب الفورورد كايناماتكس، فبرضه نفس الكلام بقول له بي 560، بس بدل بلوت هات لي الفورورد كايناماتكس بتاعتك. مثلا عند الانجلز بتاعتي اللي هي كيو ان، هلاقي ان هو جاب لي اي 6 بالنسبه لزيرو، اخر فريم بالنسبه للبيس فريم لما الانجلز بتاعتي ايكوال لزيرو او ايكوال لكيو ان. يعني كده ابقى انا كده جبت الفورورد كايناماتكس. طيب انت بقى في الاساينمنت بتاعتك هتحل لي الروبوت بتاعك في عن طريق الورق، بتفورم الاكسيز زي الستبس بتاع دي اتش، بتجيب الدي اتش تيبل، ومفروض ان انت ترسمه لي بديفرنت كونفيجريشن وتوريني الستبس بتاعت الماتلاب. شكرا جزيلا.